ثم ذكر الحديث اقرأوا على موتاكم ياسين، وقولوا اقرأوا على موتاكم قال بعض العلماء إنها تقرأ على الإنسان بعد موته لظاهر قوله موتاكم، وقيل إنها تقرأ عليه حال احتضاره، لأن قراءة هذه السورة مما يسهل خروج الروح ويسهل سكرات الموت عليه، لأن هذه السورة فيها ذكر الجنة وذكر عباد الله الصالحين وما أعد الله لهم يوم القيامة من النعيم المقيم، فهذا مما يسهل خروج روحه. على أن الحديث قد اختلف العلماء رحمهم الله في صحته، فبعض أهل العلم يضعفه ويقول إنه حديث ضعيف، ومن العلماء من يحسنه ويعمل به، كما جاء ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال أدركت المشيخة كانوا يقرؤون على موتاهم هذه السورة، سورة ياسين. نعم.